الحمد لله، الاجواء اليوم كانت رمضانيه بامتياز، والجمهور هذا ما خيبش. كان اليوم جا من جميع انحاء مراكش، وهذه الفرقه هذه حشومه تبقى في الهواد ان شاء الله. بين الدوزيام سيري بريمير سيري، وعلاش لا تحنا تشامبيونز ليغ ان شاء الله. وديما كوكاب واتي لا لا وديما كوكاب. الحمد لله على ثلاث نقاط، الكوكب مراكشي فاز بثلاث نقاط، وان شاء الله طالعين وتنفكروا دابا حنا لدوزيام سيري باش نعاودوا نرجعوا للمكانات ديالنا بريمير سيري ان شاء الله. ومن هذا المنبر تنقول للجمهور لا للشغب، ما باقيش بينا الشغب، بينا فرقتنا ديما نجيو نتفرجوا فيها. دابا كل ماتش تنلعبوا ماتش وكفونا اربعه الماتشات حنايا، فرق اخرين تيشعلوا الفلام تيحتفلوا ما تيوقفوهمش. ما عرفت علاش هذا الشيء مراكش داير اللي هكا، ما عرفت علاش. وتنطلبوا من هذا المنبر بارك عنا وبين بريمير سيري ان شاء الله. المكانه ديالنا ماشي هنا، حشومه مراكش مدينه تاريخيه تنزل لهذا المستوى، تروازيام سيري حشومه كاع. وجيما كوكب هاني لنا بهذا الفوز، جينا بين النداء تحرمنا من فرقتنا كما تتشوف. المشكل اللي عندنا دابا الكور كي غونز غاديو تيرتفع، الدراري تيعانيو من العياء، القضيه عندنا فيها شويه ديال سميتو، خصنا نجمعوا راسنا. ايوا الكوكب اللي كنا تنشوفوا في الاري ماشي هي ديال الروتور، الاسباب متعدده ما عرفناش علاش. القادم افضل ان شاء الله، راه بقاتنا واحد اربعه نقاط وغادي نطلعوا. ما علينا الا نكونوا رجال ونكونوا مع فرقتنا، وهادشي نتمناهم الله الخير. حنا خويا حنا وليدات الكوكب، وتربينا خويا في هذا النادي، يا ربي يا مولانا دوك المسؤولين اخويا يشوفوا هذا الشيء منه ويتمنى طحنا فرقه والله عطى الله. وهذا مراكش حشومه ما تكونش فيها فرقه، والله واخي تكون الرعده عقلي على هذا ليجي. ديما كوكب فابريتي الوالدي. الكوكب المراكشي يحقق فوزا ثمينا اليوم هنا بمراكش على اتحاد تمارا بثلاثه اهداف لهدف قبل نهايه الموسم الرياضي الحالي بخمس جولات، في انتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المقبله، اولها امام الرشاد البرنوصي واخرها امام النادي القنيطري هناك بالقنيطره.